ورجعنا تاني مشاهدينا ولسه مكملين مع بعض فقرتنا في نهارك سعيد وصلنا دلوقتي لفقره مهمه جدا عايزين نعرف عنها اكتر واكتر حصل حدث غريب جدا ان الاهرامات اغلقت لمده يومين الداخليه هي اللي اغلقت المنطقه هناك لعدم حدوث اي حفلات او اي حاجه جوه الاهرامات فده اللي هنعرف تفاصيله النهارده من دكتور عبد الحليم نور الدين امين عام المجلس الاعلى للاثار سابقا واستاذ الاثار المصريه حاليا صباح الخير يا فندم صباح الخير اهلا بحضرتك اهلا في الاول بس يعني في سؤال بيطرح نفسه هنا انه يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش وانا وانا واحده منهم يعني ما اعرفش ايه هي الماسونيه هل هي او او هل في فرق بينها وبين الصهيونيه هي الماسونيه الحقيقه التحوير العربي للكلمه هي من ميسونز وميسونري واضافوا كلمه فري ميسونري بقى البناؤون الاحرار الناس دول لديهم فكر ولديهم عقول بارزه جدا وهم يهيمنون على العالم فكريا ويهيمنون على العالم سياسيا واقتصاديا تنظيم سري نشأ من منتصف القرن الساء التاسع عشر يعني من حوالي 1800 و بدأ يظهر 1870 و71 كان له اجتماع مع الحركه الصهيونيه في العالم حسبما اذكر التاريخ الناس هدفهم الرئيسي بوجه عام الهيمنه على العالم، الهيمنه فكريا وسياسيا واقتصاديا وقياده العالم من اول امريكا لغايه اي اصغر دوله في العالم وبالتالي أنظرهم متجهه الى مصر يعني هم البناؤون الاحرار <applause> يعني ايه البناؤون الاحرار؟ ارادوا فيما يتعلق بمصر ان يقولوا وسجلوا هذا انه كنا نحن هنا في الزمن القديم وكنا نحن البناؤون وعندما تستقر القمه الذهبيه فوق الهرم الاكبر حضرتك تعلمين والمشاهدين انه في 8 متر سقطت من قمه الهرم الاضلاع الاربعه تلتقي عند نقطه معينه اللي هي القمه 8 متر دول في قضبان معدنيه الان الناس صورت خطا ان دي بتمثل مانع للصواعق لكن هي بتستكمل الشكل الهرمي الكامل فقالوا عندما تستقر 8 متر دول القمه الذهبيه اللي ممكن نسميها بن بن ممكن نسميها باللغات الاجنبيه براميديون وممكن نسميها بالعربي هريم فان العائدون يعني ايه ان العائدون احنا اللي بنينا وهنرجع تاني مره اخرى سجلوا هذا الامر ومارسوا هذه التجربه في نهايه 2000 عام 2000 مع بداية الاحتفالية بالألفية الثالثة وجلنا ما يسمى من يسمى بميشيل جار دعته وزارة الثقافة آنذاك والمسؤولين عن الآثار وأجرى الاحتفالية الشهيرة اللي هي الاحتفالية اللي الناس ربما من كثرة مشاغلها غابت عنهم أهداف هذه الاحتفالية وخرج علينا بفكرة أحكام متأسف ساعات او احلام الشمس الاثنى عشر هو اراد ان تبدو الصوره كده مضيئه من خلال الهرم الاكبر والليزر ومن خلال كل اللوجز وكل الرموز الخاصه بالماسونيه، الماسونيه اندمجت بقى مع الصهيونيه يعني الماسونيه هي العائد البناؤون مع اليهوديه العائد. مع الصهيونيه اليهود من منذ زمن طويل يدعون انهم هم الذين بنوا هذا الهرم م. وانا بس عاوز كاستاذ تاريخ واستاذ اثار وكرئيس هيئه وعميد كذا مرة لكليات أثار أنه لم يكن هناك وجود لليهود أثناء بناء الهرم في عهد الملك خوف الوجود اليهودي بعد ذلك جاء بعد ذلك كل كلها احنا عارفين أما طبعا جم كجاليه عاشوا كجاليه اللي بنسميها <applause> الجاليه الاراميه بعد ذلك بحوالي ألفين من الاعوام 2000 يعني اقل قليلا اكثر قليلا وعاشوا اكثر كثيرا قليلا وعاشوا في جزيره الفنتين في اسوان يعني كانت جاليه محدوده عايشه في فلا صله لهم بالهرم على الاطلاق <applause> وليس هنا، وبعدين إذا كانوا قد بنوا لنا الهرم فأين الأهرامات في بلادهم؟ وأين الحضارة في أرضهم؟ دي ما كانتش أرضهم، ده أرض اليبوسيون وأرض الفلسطينيين اللي هم السكان الفاعلين يعني نقدر يعني نقول على الماسونيين هم الصهيونيين آه، اندمجوا اندمج معا وأصبح ذات أهداف واحدة، يعني توحدت الأهداف بس و... أصلهم إيه؟ نعم فندم أصلهم إيه؟ آه مواطنين من كل العالم، في شخصيات من مصر لكن هي هو سمع مشكلة ما قبل كده عنها خالص لا فندم هي موجودة وحضرتك تخش على النت تخش على تقري أي كتاب من الكتب التي تتعامل مع التنظيمات السرية العالمية آه. هو تنظيم سري آه. نحن لا نعرف بوش مثلا كان آه عضو رئيسي في الماسونية الماسونية رئيس أمريكا السابق في شخصيات كثيرة من الداخل هنا آه نستطيع أن نخمن لا نستطيع أن نؤكد أنا عاوز بس كل مواطن مصري يبص في ظهر الدولار ده الدولار الواحد هنلاقي الهرم وفي المثلث اللي هي القمه الهرميه اللي هم بيعملوا وفي العين اللي هي رمز من رموز الماسينيه ولو نظرنا للحواف الدولار من هنا ومن هنا هنجد من المقدمه هنجد انهم بيشيلوا للنجمة النجمه السداسيه وهنجد ارقام تتعلق بقى ل 11/11/2011 11, 11 الساعه الحادية عشر على اي حال التاريخ ده بيعني لهم شيء يعني قد يعني شيء لانه على فكره ده تاريخ نهايه الحرب العالميه الثانيه ولا ادري ما المقصود هنا علينا ان نفسر بقى ونحلل لكن انا اعرف كاستاذ اثار وكراجل كنت مسؤولا والناس دول عملوا محاولات ويعني اه نجحت المحاوله جزئيا وفشلت لانه هبت عاصفه في منطقه هضبه الهرم ولم تستكمل الاحتفاليه بالشكل المطلوب هم يريدون ان يؤكدوا للعالم بانهم هم الذين بنوا هذا الهرم وان الاوان لكي يعودوا لا يجب بقى ان نسمح لهم لانهم يتبعوا سياسه اسمها تهويد التاريخ وانا تحدثت كثيرا في هذه القضيه كيف يسعون لتهويد التاريخ المصري وتهويد منطقه الشرق الادنى القديم اللي هي منطقه الشرق الاوسط حاليا وبالتالي جاءوا بقى هذه المره وشوف حضرتك المتناقضات متى ياتي لمصر 1200 سائح مره واحده ومتى تنظم 41 ولا 42 شركه أمر قدوم هذا العدد الكبير من الناس ولماذا يقتصر البرنامج على الهرم لو أنا رايح أزور اسكندرية ورايح أزور الأقصر ورايح أزور أسوان في كذا بروجرام في برنامج زي ما حضرتك عارف لكن هم جايين خصيصا للهرم لكي يقيموا صلوات معينة ليست الصلوات التي يجريها بعض عباد الشمس من الأمريكان 10-15 يدخلوا الهرم بتصريح وبرقابة شديدة من مباحث الأثار أو من شرطة السياحة والأثار مع المجلس على الأثار لكن دول لأ دول جايين يعملوا احتفالية ضخمة جدا يحيطوا بالهرم من كل مكان الشموع بقى تضاء وتجري الاحتفالات والأصوات بعض المسؤولين عن هذا الاحتفال قال هم الناس دول من جنسيات مختلفة تمام بس يكفي أن 20-30 واحد منهم يتحدثون العبرية والباقي يردد أو لا يردد يستمع المهم انه هي محاولة خبيثة جدا في توقيت صعب انهم يؤكدوا للعالم ان هم كانوا البناؤون وهم القادمون ولهذا حاولنا ننبه الزملاء في المجلس الاعلى الاثار واثيرت القضيه من قبل احدى الصحف المصريه ونقلت على لسان تفاصيل النبوءه بقى بتاعت 1931 ايوه اللي هي كنا البناؤون وانا لقادمون الحمد لله انه سنة 2000 في نهاية 2000 الفية الثانية وبدأ فشلت الجهة المعنية بأمر إقامة القمة الذهبية دي هي مش ذهبية كنا كانوا حاملوها من الصلب أو من الحديد لم تنجح كل الإدارات الهندسية في أن تستكمل هذه القمة حتى لا تتحقق النبوة لو حضرتك تشوفي بعض المسلات في الخارج ما احنا علينا أن نرصد كل شيء المسلة اللي في القمة بتاعتها دهنوها آه غطوها برقائق من الذهب. هو هو ده وراه حاجه يعني يعني ده وراه فكر معين مثلا او ما ما زي ما بيقولوا مصلحه مثلا معينه أطبعاً. انا أفهم عايز افهم اكتر يعني ايه أص اصحاب الحضاره المصريه. وهم بيعملوا ايه من اول احنا نحن البناؤون لحد نحن العائدون؟ ولا إيه حاجه بيسيطروا على العالم بتدريج ايه؟ يعني اغتصبوا فلسطين ونغصوا على العالم حياتهم وقامت حرب عالميه بسببهم. ويسيطرون على الاقتصاد العالمي حتى في امريكا نفسها قوه مركز الراسماليه العالميه يعني يعني ايه هم وهم اللي بيسيطروا على الاعلام في العالم ازاي في كل دول انا انا درست في هولندا هولندا عدد سكانها كان 14 15 مليون عدد سكان عدد اليهود في هولندا لا يزيد عن 140 الف هم. لكن هم المسيطرون على وسائل الاعلام بقوتهم بذكائهم بعملهم الجاد بتنسيقهم المتواصل كيف يسيطرون على قرارات امريكا الان امريكا آه آه تنسحب من منظمه اليونسكو اسرائيل تنسحب من منظمه اليونسكو امريكا ترفض تقديم الدعم لليونسكو وكل كل حضرتك بتقوله ده يعني بالنسبه لي إنه, انه ان الناس دي صهاينه اه طبعا اه طبعا هو تنظيم صهيوني ماسوني كلاهما يجتمعان من اجل الهيمنه على العالم مش وهل الهيمنه العسكريه كلمه الماسونيه دي ليها معنى في اليهوديه او في الصهيونيه لا هو ما فيش معنى هم لهم نفس كلمة. الهدف م. انما هم الذين بنوا م. وكانوا احرارا البناؤون الاحرار يعني الفري ميسونري كما يسمونهم عاوزين يقولوا يا مصريين ما كانش لكم حضاره زمان احنا اللي بنينا هذه الحضاره وحتى في العصور التاليه سيدنا موسى عليه السلام هو الذي بنى هذه الحضارة ولهذا أخرجه ملك مصر من هو لا نعرف من مصر ولهذا يحقدون على رمسيس الثاني بيتصوروا الصهاينة أن رمسيس الثاني هو صاحب قصة فرعون الخروج لكن لا ندري وأنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي أستاذ أثار لا ندري في عهد من خرجوا يعني هم يريدون أن يبثوا في أذهان الناس ويدعوا ثقتنا في أنفسنا أن نحن مش أصحاب هذه الحضارة طبعا هذا الأمر لن ينطلي علينا ولن نقبله وأخيرا بعد ما أدرك المجلس الأعلى الأثار القصة والحقيقة أنا لابد أن أشيد يعني بموقف الأثريين في منطقة الهرم وموقف شباب مصر اللي زحف. آآ 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 عملوا قبل كده حفلات عند الأهرامات. و... قيل إنه كان في محاولة سنة 2007. لكني لا ادري هل تمت قيل انها لم تتم طب واتقفلت يعني هم اخذوا تصريح وبعدين رجعوا رجعوا هم لم يصلوا أخل... الى مصر فيما اعلم بس. لم يصلوا ما حجزت لهم الفنادق م. الشركات السياحيه قامت بواجبها وبيحاولوا يوهمونا كشعب مصري كاننا يعني لا نملك الحد الادنى من الذكاء بانه دول سياحه وحيفيدوا مصر ومصر بحاجه الى سياحه، اي سياحه يمكن ان تبيع تاريخنا يعني هو عددهم هو اللي لفت انتباه الـ الفكره الـ 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 حضرتك شوفي تذكره الدعوه م. يمكن نسيت ان اقول لك انا لا املك تذكره الدعوه لكن شفتها على النت برضه هي رمز الماسونيه هي القمه الهرميه اللي على الدولار هي نفس الشيء اللي موجود هو نفس الفكر فلماذا بقى محاوله التشويش على تاريخ مصر؟ ولماذا محاوله الاساءه ونحن في زمن الثوره؟ ولهذا خرج شباب الثورة وخرج شباب ائتلافات كثيرة جدا وكنت أتابعهم حتى الثانية عشر مساء أمس يعني ليه بقى لأنهم قالوا الساعة 11 بالليل يعني 11 مساء يعني يوم 11 سنة 2011 يعني قصة غريبة جدا أنهم يلجأوا لهذا عاوزين يثبتوا زي ما بيعملوا حول القدس برضه بيخرجوا علينا باحتفالات تؤكد ان المعبد اليهودي كان في هذا المكان وده امر اكدناه علميا وانا عضو في لجنه تحت آه انا انا عايز اسال حضرتك حضرتك قلت من شويه ان هما عايزين يهيمنوا وعايزين يسيطروا من خلال فكرهم أيوة على الناس ده ازاي يعني ماجيك ولا ده لا يعني لا مش ماجيك العقول مفكره خلال ايه؟ عقول يعني حاجة قويه حاسس ان العلامه دي هي اللي بت بتسحر الناس هي هي بتلهمهم لكن هي عقول مفكره عقول قويه شخصيات بارزه شخصيات لها دعامات في بلادها ملوك رؤساء جمهوريات حكام اثرياء رجال اعمال اصحاب فكر اقتصادي اصحاب فكر سياسي يعني هو السيطره على العالم ليس فقط بالسلاح احنا مش في حرب انما هي حرب فكريه حرب نفسيه، حرب اقتصاديه، حرب سياسيه، هما دي الفكره التي ارادوا ان يصلوا بها الينا مره اخرى، يعني عاوزين يجددوا استمراريه انهم كانوا هنا في وقت بناء الهرم في عهد الملك خوفو وهم راجعين راجعين، راجعين امتى؟ دي من وجهه نظرهم ربما لهم نبوءه اخرى ما هو قالوا عندما تستقر القمه سنه 31 فان العائدون هي الحمد لله لم ولن تستقر القمه لانه لن يسمح احد لهم بان تستقر هذه القمه ولهذا ارجو ان نحن نتنبه ونكون يقظين وما يرواش ذراعنا لاننا بحاجة, بحاجه الى سياحه نحن بحاجه الى سياحه نحن بحاجه الى استثمارات تجري على ارض مصر سياحيا وغير سياحيا لكن ليس على حساب تاريخ مصر ولهذا اتمنى ان القصه دي لا تتكرر مره اخرى ولا تسمح اي شركات سياحيه مصريه ولا اجنبيه ولا نسمح لها ولا تسمح لها مكاتبنا السياحيه في الخارج ولا ربما استمعوا لهذا الامر طب وان حدث يعني ان هم دخلوا بطريقه او باخرى يعني بغير ان هم داخلين ب 1200 بجروب جروب 1200 لا يستطيع فيها علامه اللي... اللي... لا يستطيع ان يقوموا احتفالا دون اذن الجهه المعنيه بامر الاثار في مصر هي المجلس على الاثار هيقيم احتفال ازاي ده هيعمل دايره واسعه جدا م. ربما مجموعه صفوف ومجموعه دوائر في داخل بقى 1200 طب خلينا كده نشوف